باشا. صور العجلة على طريق الجيش دي. اه والله عندنا مركزي ولا؟ اه. طب يلا عشان معايا حد الصحف. حد الصحف. تتكدس مئات الشاحنات هنا في منفذ السلوم البري بسبب قرار الحكومة الليبية بعدم السماح لأي شاحنة بالمرور إلا بالحصول على تأشيرة مسبقة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية الليبية في الإسكندرية، وهذا النظام لم يكن معمولا به من قبل. من المعروف أن هناك اتفاقية بين البلدين عام 1990 بحرية التنقل بين البلدين دون تأشيرات مسبقة. نشاهد هذا طابور طويل من الشاحنات هنا والبضائع تكدست. هنا أحد السائقين الذين قدموا من المنفذ. نتشرف بحضرتك. خالد السيد حسون. خالد من أين حضرت؟ اسكندرية. أمال أنت راجع اتجاه القاهرة ليه؟ إحنا كنا محملين ورايحين طريق ليبيا، كنا معدين المنفذ. أيوه. المنفذ بقى له 13 يوم مقفول حاليا. أيوه. بحجة التأشيرات. أيوه. ومفيش حد يعرف ان كانت تأشيرات او غير تأشيرات. أيوه. ماشي. كل اللي احنا نعرفه ان السواقين زمايلنا اللي بيجوا من جوه. أيوه. اللي بينضرب واللي بيتهزق واللي بيتشتى. من الذي يضربه او يشتمه؟ السلطات الليبيه. تمام. يعني الجانب المصري بيسمح لك بالمرور؟ الجانب المصري حاليا ده العجل اللي جاي اللي مفرغ اللي كان جوه. أيوه. اللي مفرغ وراجع مصر. إيه؟ انا معاه بسيراميك. ودخلت ولا لا؟ ما انا كنت في الجمرك جوه. ايوه. طبعا مفيش عبور. ايوه. احنا بقالنا 13 يوم واقفين. بكره. انت رايح فين حالا؟ هرجع بيها على المصنع تاني. اسكندريه؟ ان شاء الله. طيب في بعض السائقين يفرغون حملاتهم داخل المنفذ؟ لا 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 مفيش الكلام ده. مفيش؟ لا لا لا. نشكرك وندعو طبعا ربنا ان المشكله دي تحل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شرف بحضرتك. مع الراجل ده. نعم؟ مع الراجل ده والتاني. شرف بحضرتك. محمد قاسم. استاذ محمد، يعني ما المشكله؟ المشكلة إن السلطات الليبية قافلة المنفذ بقالها كام يوم، بيقول لك تأشيرة لازم تروح تجيب تأشيرة من اسكندرية ومن القاهرة، والكلام ده صعب يعني حد يروح لغاية اسكندرية والقاهرة عشان يجيب التأشيرة، ومفيش يعني كان في امبارح وزير الخارجية كان الأستاذ عبد الكريم قاسم كانت مجلس شورى اتكلم معاه الكلام ده، وقال له إن شاء الله في مفاوضات مع السلطة الليبية بقالها يومين شغالة، ولغاية دلوقتي مفيش أي حل ولا أي حاجة خالص، والناس زي ما أنت شايف يعني على مسافة 5 كيلو من المنفذ والسيارات متكدسة. كان في اجتماع للعمد والمشايخ وكان عاملين بيان طلعوا بيه بيطالبوا الجهات المصريه بمنع اي حد ليبي يدخل مصر عشان ايه؟ ما حدش يبقى فيه مشاكل. بيان لممثلي قبائل محافظه مطروح مجلس العمد والمشايخ. والتاريخ هو يعني 23 السبت 23 فبراير. يعني بيطالبين بتوصيات مثلا للخارجيه المصريه بمنع والمنفذ بمنع اي حد ليه بينزل عشان ما يحصلش اي احتقان او اي كلام من الكلام ده، لان الناس هنا يعني تعمل مشاكل بالكلام ده لانه المنفذ استمر على القفل ده. وهذا توقيع رئيس مجلس العمد والمشايخ احمد درام. طيب هنا في الناحيه الاخرى ده الجواب اللي بعته المنفذ مساعد الليبي للسلطات المصريه في المنفذ المصري بيطالبوهم بانه مرسى مطروح. أيوة. ما يدخلوش الا بتاشيره، والكلام ده ما ينفعش معانا احنا يعني اسر عندنا قرايب في ليبيا، ونروح ازاي يعني عندنا قرايبنا واخواتنا هناك، هنروح ازاي ونيجي ازاي بتاشيره؟ والكلام ده مش هينفع معانا احنا. هو الجواب هنا تنفيذا تعليمات معالي السيد وزير الداخليه بشأن فرض تأشيرة الدخول على المصريين المقيمين بمحافظة مطروح أسوة يعني باقي المصريين. يعني إحنا نروح هناك يقول لك هات تأشيرة. تأشيرة يعني هو أبناء محافظة مطروح كانوا يذهبون دون تأشيرات. إحنا كنا يعني في النظام السابق. نعم مصريين. كنا في النظام السابق. المصريين اللي هم بتوع الشاحنات أو السيارات الصغيرة أو حاملي جوازات مطروح كانوا يخشوا ليبيا دون أي تأشيرات أو أي مشاكل. نعم. حالياً هم موقفين أهل مطروح إن هم يخشوا ليبيا نهائي. طبعا معنى ان اهل مطروح ما يخشوش ليبيا لناسهم او لقرايبهم واقفه حل لينا برضه. ماشي. انا راجل بتاع شاحنه. طب انتوا عايزين مني انا تاشيره عشان ايه؟ طيب لحظه واحده. مخليين المصريين. تقريبا احد المواطنين الليبيين هنا. السلام عليكم. حضرتك من ليبيا ولا من مصر؟ لا من ليبيا. منين من ليبيا؟ من الجغبوب. احسن ناس. واحد جغبوب. الله يخليك. انت حق منذ متى وانت في مصر؟
ها؟ بقالك قد ايه في مصر؟ لي 18 يوم. طيب قرار غلق المعبر او عدم السماح بالدخول الا بتاشيره مسبقه، راي حضرتك في ايه؟ راي ان غلط. قرار غلط. قرار غلط. طب لماذا الحكومه الليبيه اتخذت هذا القرار؟ انا ما اعرفش. طب انت حضرتك اثناء دخولك من ليبيا الى مصر هل طلبوا منك تاشيره او ما الى ذلك؟ نعم. طلبوا تاشيره؟ طلبوا تاشيره. وانت رحت السفاره المصريه وحصلت على تاشيره؟ لا، السفاره الليبيه. السفاره الليبيه، انت مصري ولا ليبي؟ لا، ليبي. ليبي؟ نعم. لا، اثناء دخولك الى مصر طلبوا مني التاشيره. مين اللي طلب؟ الحكومه المصريه. الحكومه المصريه منذ متى؟ هل هذا نظام جديد ام؟ لا، قديم. نظام قديم؟ قديم. اه، الدخول بتاشيرتها معاك جواز السفر لو نستاذنك فيه ويعني المفروض ان في اتفاقيه بين البلدين انه تلغى التاشيرات تماما والتنقل يكون بحريه تامه. وريني الجواز اتفضل. ادخل بدون تاشيره. ايوه نعم. ايوه طب وريني كده الجواز. تدفع 200 دينار. استنى. نعم، هنا عنوان الإقامة جغبوب. حتى لم تحصل على تأشيرة إنما دفعت 200 دينار فقط. 200 دينار. نعم. طيب طب أنت يعني الرسالة التي توجهها للحكومة الليبية؟ نوجهها شو بنقول يعني؟ مش عارف. شايف الحكومة الليبية؟ لا، بنقولش. نشكرك نشكرك. أيضا هنا أحد حق من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. رأي حق في القرار الحكومة الليبية؟ والله بالنسبة للقرار اللي جاء في هذه الآونة، بالنسبة للقفل يوم 14 و15 و16 و17 هذا كان قفل قانوني بمناسبة الاحتفال في ليبيا، ولكن الثورة الليبية، بنسبة احتفال بالثورة الليبية، ولكن من بعد 17 إلى هذه الآونة القفل يعني قرار كان خاطئ. بالنسبة للقرار اللي نحب نقوله أن جميع التجار الآن قاعدين في ورطة وفي خسارة كبيرة. الأوضاع عندنا الاقتصادية تأزمت شوي. الأوضاع في ليبيا؟ في ليبيا بدأت سعر الخضار، سعر الإسمنت، سعر الرخام كله ماشي في الزيادة، ماشي الارتفاع. ونحن عارفين أن الدينار الليبي في هالآونة أن الحمد لله قريب يتعادل بسعر الدولار ووصل بخمسة جنيه وثلاثين قرش. هذه في صالح المواطن الليبي. اللي نود نقوله أن يعني يسهلوا الطريق ويفتحوا أمام الأخوان المصريين. الشعب الليبي والشعب المصري شعب واحد. الشعب المصري ساندنا في ثورتنا المجيدة. الشعب المصري كان أخ وعون لنا يعني في بداية الأحداث. لولا الله ثم أخواننا المصريين وقفلوا الجمرك علينا لكانت ليبيا راحت في هاوية. لكن لله الحمد وبفضل الله ثم الأخوان المصريين نجحت ثورتنا ونحن ما ننسى لهم جميلهم هذه ياهي. ومفروض نحن القرار التأشيرة يلغى على المواطنين الاثنين على الجنسيتين سواء الليبية اللي نازلين لمصر او المصرية اللي طالعين ليبيا. وانت كما تشوف الصورة اكبر دليل على هذه القفلة. الناس عندها بضائع كثير فيها خسارة. ناس تجار خضار وانا قادم شهادة اكثر من سيارة فرغت بضاعتها ورمتها. في سيارات رأيتها فرغت البضاعة؟ نعم، انا شفت سيارة وانا داخل بضاعة خضار مرمية على الارض، وهذا حرام يعني بالنسبة للتجار خسارة. لكن ما نود قوله ان قفل الحدود والتأشيرة الليبيين ما يقصدوش بها شيء كبير يعني على الاخوان المصريين. المقصود من بعد اذنك استاذ هيكمل دسوا عليه لحظه بس هيكمل ودسوا عليه. طب ماشي، ساعطي حق الفرصه عشان نكمل. اتفضل. هذا الاجراء الذي اتخذوه الاخوان الليبيين اللي انا واحد منهم اجراء روتيني لم يقصدوا به. الحكومه الليبيه كانت اعلنت انها ستغلق حدودها مع مصر وتونس بمناسبه الاحتفالات بثوره 17 من فبراير. نعم نعم. لكنها يعني الامر اخوان علي زيدان رئيس الحكومه قال انه سيغلق الحدود 4 ايام فقط. نعم. لكن الامور طالت
هذه الإطالة أنت عارف أن مغلب الأزلام الليبيين موجودين توا في الأراضي المصرية. المواطنين الليبيين. أنا لا مغلب الأزلام أزلام النظام السابق. نعم. موجودين فلول القذافي. فلول القذافي موجودين في مصر. نعم. فهي عملية يعني أخذ وعطاء، مفروض الأخوان المصرية يصبوا معنا في هذا الملف. النائب العام المصري يعني اتخذ قرارا بتسليم من تطلبه من السلطات الليبية، النائب العام الجديد. نعم، هي تسكيرة الحدود هذه ليست على بضائع وليست على مواطنين وليست على أهالي مطروح، وإنما المقصود منها هي الفلول النظام السابق اللي هم يعملوا في دربك في ليبيا. فنحن نود من السلطات المصرية والأخوان المصرية أن يشدوا على أيدي الوزارة. طبعا وحضرتك يعني بنوجه كل حديثك ليه، سواء للسلطات المصرية أو السلطات الليبية، أن تحل هذه الأزمة بين شعب واحد في مصر وليبيا. الشعب الليبي شعب واحد، والليبيين والمصريين خوال الليبيين. شكرا فندم، مع السلامة عليكم. يا عم الحاج، ده الناس ديت بتتكلم كلام بس. الناس اللي بين دول راجل يعني تحدث حديث. تحدث ايه؟ تعال بص للبهدله اللي احنا فيها. تعال بص للبهدله. اللي يخش جوه بيقول لك هنذبحوه. هم اللي بيين. هناك مصريين يعيشون يعني بالملايين، احنا مش لاقيين، عمالين ندوس عليه وندوس عليه. ماشي، عشان ايه ده كله؟ عشان ايه يعني يعملوا كده؟ عشان ايه؟ عشان فتنه بالناس ما عندهاش دم ولا عندها كرامه ولا عندها ضمير. نشكرك. ايه اللي عملوه؟ ايضا هنا نشاهد هنا في المنفذ العديد من السيارات والشاحنات. هذه الشاحنات عائده من جانب، عائده من المنفذ، لم يتم السماح لها بالمرور. كما نشاهد هناك حاله تكدس للشاحنات. هنا احد السائقين ينتظر هنا منذ فتره، سنحاول الاقتراب منه والتسجيل معه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حضرتك منذ متى وانت هنا؟ 15 يوم. 15 يوم؟ من بحيره. اسمنت. واقف بالعربيه من 15 يوم؟ اه. يعني ما الذي تقوله للمسؤولين سواء في مصر او ليبيا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هنقول ايه يعني؟ هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. هتعمل ايه حالك؟ هنرجعوا تاني البلد، هنعملوا ايه يعني؟ حضرتك سافرت ليبيا من قبل وسلمت بضائع ليبيا او نقلت بضائع لليبيا؟ كويس؟ سبع اخويا افرق فرق. كانت كويسه يعني شغال، بس دلوقتي العربان بيضربوا الناس الليبيين والناس الليبيين بيضربوا المصريين هناك، شغل بهدله يعني. بيضربوا السواقين. انت جاي من ايه؟ انا جاي من على البوابه الغربيه. رجعت؟ اه رجعت. معاك ايه؟ معايا اسمنت. دخلت ولا دخلتش؟ ما دخلتش. لا ما دخلتش. لا نشكرك. وسننتقل إلى مكان آخر. اصبر يا حمو، اصبر يا حمو، اصبر يا حمو، ثانية واحدة يا حمو.
انتقلنا إلى مكان آخر أيضا، هنا استمرار تكدس الشاحنات والحركة هنا شبه منعدمة. هنا مجموعة من أبناء محافظة مطروح، نتشرف بكم. أهلا وسهلا فيك. جايين من أين حضرتك؟ إحنا من السلوم، من هنا وماسكين. من أبناء مدينة السلوم. جايين من إيه؟ جايين من السلوم من تحت. لكن يعني الآن نحن شاهدناكم تيم من ناحية ليبيا. الليبي بالاحترام كده. الليبي الليبي إحنا رجعوه بالاحترام. ليه؟ هم هناك بتعبوا فينا. عملوا معاضح فيديو للناس. الناس المصريين رايحين بياكلوا بعيش. يقلعوهم هدومهم. وبيعملوا له مقاطع وبيقول لك ما تدخلش عندي الا بفيزا. فهمتني؟ معامله اوسخ معامله بيعملوها للبشر، واحنا ما قصرناش معاهم. القذافي دوت ما عملش معانا شر خالص. ساعه ما قام عليهم قمنا معاهم عليه وفتحنا الحدود غصبا عن الجيش المصري. يعني دون يعني خطا الجيش المصري وجزء من الدوله المصريه ومتعاون الصحابه طلعناها بالعافيه وعديناها ليهم ايام 17 فبراير و 18 فبراير. فتحنا لهم بيوتنا تحت. فتحنا لهم بيوتنا تحت للناس اللي هي جت خايفين من الحرب. طيب هل انتم تذهبون الى ليبيا وتعودون يوميا؟ لا ما فيش. هم منعوا دلوقتي يعني قبل غلق المعابر. هم قفلوا المعابر وعاوزين هم يجوا براحتهم واحنا ما نمشوش، ما نروح لهمش هناك. طب يعني هي الحكومه الليبيه قالت انها غلقت المعابر يعني لاسباب امنيه بمناسبه الاحتفالات بثوره 17 فبراير. عشان فرنسا. علشان فرنسا. علشان عارفين الاسلاميين متهيمنين على مصر، ويقول لك الاسلاميين هيقووا الاسلاميين اللي في ليبيا هيتهيمنوا على ليبيا كمان، وهيقووا السنه اللي هي بتحارب في فرنسا في مالي. احنا عارفين السياسه بالضبط. يعني هو صحيح الحكومه اللي هناك يعني يغلب عليها الطبع الليبرالي، وهنا حكومه طبعا بيغلب عليها التيار الاسلامي، لكن يعني في النهايه الشعبين شعب واحد. الناس شعبين واحد، الشعوب عاوزين بعض. الشعوب عاوزين بعض. هم اللي بين اسالهم واسال الشعب المصري كل في ليبيا هم اللي بيعدوا مننا دلوقتي. ايوه واحد اللي مسكويه. فهمتني؟ أيوه. احنا دلوقتي الجيش قال لنا منطقه عسكريه. مش من حقكم. ممكن نتجه تفضل. ماشي ماشي. معامل قذره للصعايده. السلام عليكم. سواء حق ليبي ولا مصري؟ انا ليبي. احسن ناس. احسن ناس. من اي مكان في ليبيا؟ انا من البيضه. البيضة. انت رايح حضرتك في قرار الحكومه الليبيه بعدم السماح للمصريين بالدخول الا بتاشيره؟ والله يعني ليبيا تو دير التاشيره للليبيين والمصريين يديروا التاشيره للمصريين. نعم. يعني اهم حاجه الحق، بس يكون كل واحد له حقات. لكن في اتفاقيه موقعه بين مصر وليبيا في الغاء التاشيرات بين البلدين، يعني باعتبار ان احنا كنا امه عربيه واحده. والله ونعم الراي احسن راي. نعم. نشكر حضرتك. اتحكم احد سائقي سيارتنا قالت ايه؟ ايوه ايه بقى الموضوع؟ والله احنا دلوقتي ملناش اي ذنب في اي حاجه من الحاجات ديت. احنا نعتبر او بنعد او الحقيقي بتاعنا ان احنا سواقين ترانزيت، كلنا عباره عن نقل بضائع ليس الا. أيوة. بنيجي مكاننا سواء كنا عبر لليبيا او لتونس. أيوة. ترانزيت ملناش دعوه باي امر يخص البلد. أيوة. او يخص الاخوه اللي هم عرب السلوم. أيوة. فاحنا دلوقتي بالنسبه لنا كنقل بضائع او اي شيء ما بناخدش جوه البلد جوه الجماهيريه الليبيه اكتر من بالتحديد 4 ايام او 5 ايام او اسبوع. أيوة. لو كنا رايحين اخر مكان في ليبيا اللي هو طرابلس او الزاويه او زوار او راس جدير اخرنا اسبوع، فما احناش مترددين على البلد يوميا او ان احنا بنبقى مقيمين فيها عده شهور او عده سنين. منذ متى وانت تعمل في مجال نقل البضائع بين مصر وليبيا؟ بقالك قد ايه؟ بقالي 11 سنه. 11 سنه. معامله الليبيين هناك بالنسبه للوقت اللي قبل الثوره، قبل الثوره اولا قبل الثوره كانت الامور دلوقتي احسن من دلوقتي بكتير. تمام. دلوقتي طبعا كثره البلطجيه هناك بقت اكتر، حتى معامله الشعب نفسه بالنسبه للمصري بدون ادميه. عندنا اختلاف كبير جدا جدا ما بين المعامله في الاراضي الليبيه والاراضي المصريه. يعني هل دي معامله الشعب الليبي ام يعني مجموعه من البلطجيه؟ يعني تعرف كل شعب فيه البلطجي فيه المحترم وفيه بالنسبه لمعامله البلطجيه طبعا معروفه حضرتك انها معامله حتى على الليبيين ايضا هناك، يعني البعض يبلطج على الليبيين انفسهم. لا احنا بالنسبه كمصريين البلطجه بالنسبه لنا انواع، كبلطجه من بلطجي خاص دي طبعا معروف ان هي طبعا بتبقى مثلا بسلاح ابيض او ببعض الاسلحه او الحاجات ديت او الاسلحه الناريه. وبالنسبه للشعب المصري فهي بلطجه من نوعها، بلطجه مش بمعنى البلطجه بالاسلحه او كده، لكن كمعامله اسوأ معامله طبعا اكيد بنتعامل. طب هل هذه ميليشيات مسلحه مثلا خارجه عن الحكومه او ما الى ذلك؟ ايوه اكيد طبعا، حتى هي الحكومه هناك هنا يعتد بالنسبه لهم الشعب بتاعهم كله يعتبر في الحكومه او في الجيش.
ما هناك ما تعرفش ان كان ده حكومه او جيش او يعني الحكومه الليبيه نفسها تشكو من وجود ميليشيات مسلحه. لا هي هناك بالنسبه تعدى علينا كل واحد ممكن يعمل لك كل واحد ممكن يجيب لك بدله بتاع عسكري بشرطه ويلبسها ويطلع ياخدوا مننا فلوس ويستقطعونا فاي كل ما نمشي مثلا في المحلات بمقابل مبلغ من المال بمبلغ بسيط جدا انك المشكله سببها ان الحكومه الليبيه لم تفرض سيطرتها يعني الكامله او التامه على مساله السلاح ولا مساله خاصه بالشان. احنا بنبقوا طالعين حضرتك ليبيا هناك بيمسكونا بيوقفونا يضربونا ويهنونا وخلونا نغسلوا حمامات ويبهدلوا فينا ويهنونا. تمام احنا معانا عرباتنا المسؤولين في الدوله وصلوا تشوفنا يا باشا. يا ريس احنا من مدينه السلوم ماشي بيجوا بربل 200 وبال 300 اللي مصريين من الصعيد من المنيا من جميع محافظات مصر بينضربوا ماشي في الجانب الليبي مافيات مش هني من الميليشيات من الجانب الليبي. طب هذه الميليشيات هل تمارس البلطجه على المصريين فقط ام على الليبيين ايضا؟ على المصريين فقط على المصريين اي اجنبي يدخل جوا جايب ليبيا اي اجنبي يتعامل بالاحترام. استنى بس يتعامل السوري اي جنسيه ثانيه غير مصر لا المصريين بس. اي اجنبي بيدخل ليبيا بيتعامل بالادب والاحترام. احنا المصريين بناخذه بالجزمه ماشي حتى استنى يا باشمهندس استنى. كان هناك سوريين ولم يدخلوا الاراضي الليبيه؟ لا بيدخلوا المصريين بياخذوا. سمعنا ان هناك 1000 سوري هناك 1000 سوري ولم يسمح لهم بالدخول الى ليبيا بيدخلوه. احنا هنا احنا كمدينه السلوم بنشوفه بالمزازر. اولت امبارح جايين 400 نفر مصري ماشي حلقين شنبهم فرد الشنب حليق فرد الشنب وبيضربوا ماشي. احنا دلوقتي يا فندم يا ريس احنا دلوقتي في واحد ميت في السعوديه مصري ماشي ماشي. لا 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 ايش تبع قناه ايش انت قبل؟ احنا الجزيره مباشر مصر. وين الجزيره مباشر؟ وريني كرنياتكم قبل تبع وريني كرنياتك الجزيره وريني كرنياتك انت الجزيره الجزيره هذا وايش يريد الجزيره؟ ايش مشكلتك؟ انت جاي تحل المشكله ولا جاي تاخذ اخبار؟ انت ما الذي تود ان تقوله؟ لا شوف عايز اقول لك حاجه كلمه بس. بعد المؤتمر بتاع فرنسا خد بالك المقصود مش احنا المقصود مطروح المقصود ان ينقفل على مصر ينقفل على مصر ينقفل على مصر من ناحيه ليبيا ينقفل عليها من ناحيه قناه السويس من ناحيه اسرائيل من ناحيه الخليج من ناحيه اي مصر. عشان ايش؟ عشان يحاصروا مرسي عشان يسيب الحكم لشويه فلول لشويه خلق عاوز تخرب الدوله عشان تطيح بس. ده المقصود منه كله مصر مش مقصود محافظه مطروح ولا مقصود العرب. مقصود ان يضيقوا الخناق على مصر عشان شويه العماله اللي هناك تحول في شويه دولار رانية بس. عمرو موسى انا بعت رساله مش مقصود من حاجه بعد ما مشى زيدان على منبركم بعد عمرو موسى ارجع بس بعد ما مشى زيدان زيدان رئيس المؤتمر الوطني بعد ما مشى لفرنسا خذ اوامر من اوروبا اقفل على مصر. الخليج خذ اوامر من اوروبا السعوديه والامارات اقفل على مصر كل عايزين فيها مصر. لكن مصر حاميه ربنا مصر حاميه ربنا. انت حضرتك ترى ان السبب خلاف سياسي بين الحكومه اجندات من برا طب علينا ولا الليبيين ولا بتاع ولا عندهم فكر الليبيين ولا عندهم فكر احنا طبعا يعني في النهايه الشعب الليبي والشعب المصري شعب واحد ومسلمين وتمام والمصريين متزوجين من الليبيين والليبيين متزوجين من المصريين. نعم انا عمي في ليبيا عمي اخو ابويا ليبي ماشي. السلوم ديت اي بيت في السلوم هنا ليه بيت في ليبيا اي بيت في مطروح ليه بيت في ليبيا. بنغازي اغلبيتها اخوانهم اسكندرانيين ماشي. بقى الشعب عاوز بعضه بس الناس اللي هي حاكمه دلوقتي مرتزقه في ليبيا يعني دون يعني فرنسا. في مشكله في بين الحكومات تبع امريكا طيب في مشكله بيسمعوا كلام الغرب. ما فيش مشكلة. المشكلة المصرية مش مشكلة ناحيتها. المشكلة المصرية ما فيش أي مشكلة من ناحيتها. من الفلول الجانب الليبي والجانب المصري عاوزين القصة دي من بعد حكم حسني مبارك ومن بعد حكم القذافي عاوزين القصة دي. إن في أطراف في مصر وأطراف في ليبيا بيعملوا تخريب العلاقات بين الشعبين. أطراف اللي في مصر بعيدة مظبوط كلامك. الشعوب حابه بعض يا عاوزه بعض. الشعوب كلها اخوات وكلنا بنحب بعض والتجاره ماشيه. التجاره بتروح هنا وبتيجي هنا وكلنا مستريحين. المشكله هنا في الحكام. الحاكم بيجي ما تعرفش بيعملوا ايه في دماغهم ايه اللي في دماغه
وقاعدين مع بعض في المكاتب، قاعدين مع بعض في المكاتب، واحنا هنا اللي متبهدلين. انما لو جيت على الشعوب، لو انت جيت على الشعوب بس، الشعوب كلها بتحب بعضها اخوه، كل العرب اخوه. الحكام بقى هي اللي حكام ظلمه، مش عارفين في دماغهم ايه. احنا شعوب ما يسيبوا، ربنا خلق الدنيا للانام، للي يروح هنا واللي يجي هنا، وكل واحد يروح في اي مكان زي ما ربنا خلق الدنيا. الحكام بقى كل حاكم قاعد في دماغه ان ديت عزبته، ديت بلده، ديت وخلاص. هو بقى شكرت سمنت بكام دلوقتي؟ ب 42 جنيه بسبب المشوار ده كله. البلاط اللي يطلع من هنا بضاعتنا بتطلع، بضاعتنا كلها ولعت بسبب المشوار ده كله. بضاعت مصر يعني؟ بضاعت مصر كلها ولعت. كيف النهايه هذا دعم للصناعه المصريه والعمال المصريين؟ عارف احنا طن سمنت ناخذه فيه بكام؟ احنا مصريين ب 700 جنيه. استنى بس، 700 جنيه. عارف الجنب الليبي ياخذه بكام؟ ب 76 دولار. الطن بياخذه ب 76 دولار. يعني ماشي ماشي 66 دولار ماشي، وهنا بناخذه ب 700 جنيه. احنا مش متكلمين، بياخذوا اسمنت باكل شرب عمره، تكلمنا معاهم ماشي. خير مصر كله، خير مصر كله، خير مصر كله. بالله في الاخر هذا يخدم الاقتصاد المصري. بالله احنا ما قصرناش، احنا ما قصرناش مع الليبيين ولا هنقصر معاهم. طب هنا بعد، تفضل بعض المصريين. السلام عليكم، قادم من اي مكان؟ احنا من السلوم، فاتحين كافتيريا في السلوم. راح السلوم ساعات جمرك معدي اتجاه ليبيا؟ لا ما بيعدوش حد، الليبيين قافلين الطريق، مانعين اي حد يعدي، سواق غير سواق، سواق غير سواق، مانعين اي حد يعدي، لازم يقول لك تاشيره. ابني وابن اخويا قايلين المصريين خالص جامد جوه جوه جامد. ضاربين المصريين هناك ومبهدلينهم، بيحبسوهم، مبهدلين المصريين اخر بهدله. يعني بهدله فوق ما تتخيل. حرام يعني اللي بيحصل. بيحبسوهم، يحبسوهم باليوم وباليومين وبالثلاثه، ياخذوا تليفوناتهم، ياخذوا فلوسهم، وبيجوا هنا مضروبين، بيجوا مضروبين ومتعورين ومتبهدلين اخر بهدله. نعم بنشكرك، وسننتقل الى مكان اخر في مدينه السلوم لنرى تاثر الجمارك ومكاتب الاهالي، مصالح اهالي مدينه السلوم على الحدود مع ليبيا بسبب هذا الاغلاق، فلنتجه الى هناك. في جريمه حصلت في تحت بسبب قرار الحكومة الليبية عدم دخول البضائع إلا بتأشيرة مسبقة من السفارة الليبية. هذا هو أحد مكاتب رجال الأعمال، هناك مكاتب الخدمة رجال الأعمال وهو مغلق كما نشاهد. أيضا هناك العديد من المكاتب الأخرى المغلقة هنا في السلوم. معنا أحد المواطنين، شرف بحضرتك. أخوك أحمد محمد حسين. أستاذ أحمد، هل تأثرت الحركة التجارية هنا في السلوم بما يحدث في المعبر؟ بالطبع، احنا مدينة حدودية وبنتأثروا طبعا بقفل وغلق الجمرك. أيوة. ومن أهم الأشياء هو الجمرك، احنا حياتنا كلها عليه. ولما بيقفل الجمرك السوق بينام، سواء كان طعام كان شراب، كل المحلات تعتبر قفلت. مغلقة هنا خلفنا؟ خلفك كل المحلات تعتبر تأثرت بالأمر ده، هو لأن الجمرك هو أكل عيش الناس هنا. وطبعا الحاله على ابناء السلوم وعلى غير ابناء السلوم، كل اللي ليه مصلحه في البلد حالته الماديه تاثرت بالامر ده، محلات قفلت. المحلات التي نشاهدها هذه، هل في الايام العاديه تكون مفتوحه ام مغلقه؟ في ايام الجمرك شغال طبعا، بيبقى فيه بضاعه نازله وفيه بضاعه طالعه، في ناس من كل انواع الجنسيات بتيجي وبتخش وبتطلع، كله بيشتغل وكله بياكل عيش. في حاله عدم وجود الجمرك وعدم فتح الجمرك، كل المحلات دي بسبب الازمه الحاليه. قفل الجمرك الليبيه قفلوا علينا وقالوا لازم بالتاشيره. طبعا احنا كابناء السلوم حتى كنا بنطلعوا في كل الاحوال ده هي وبننزله، دلوقتي قفلوا على كله حتى ابناء السلوم. نشكر كان عرب او مصري، اتفضل. ايضا هنا احد الاخوه الليبيين الذين التقيناهم في المعبر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سمعنا انه بيتردد في الجانب الليبي ان اي ليبي ينزل الى مصر او السلوم يتعرض للضرب والى ذلك. نعم نعم. وانا ما الصوره لديكم هناك في ليبيا؟ ونحن جايين في هذا الصباح الباكر،
تقبلنا من بعض الشباب على لا على المحايد الذي بين الحدود الليبية والمصرية، فيسألوا فينا قالوا لنا ما هي الأوضاع في ليبيا، قلنا لهم الأوضاع مستقرة وآمنة والحمد لله، فقالوا لنا كان تبوا تنزلوا حيقبلوكم ناس وعاملين بيوت وحيردوكم ويضربوا في العائلات الليبية. فأنا كلمت صديقي وأخوي حامد المعبدي وقلت له هو من أحد الأخوة في السلوم، وسألناه قلت له شنو الأوضاع، نحن نبغى ننزل أو شنو الأوضاع. أنتم كلمين ترغبون في النزول يعني؟ نعم. فقال لي تفضلوا الأراضي المصرية مفتوحة، أو خوتكم من أهل منطقة السلوم يرحبوا بيكم والأمور ماشية تمام تمام. فلما أتينا إلى السلوم دخلنا والكلام اللي قبلنا أن يضربوا في العائلات الليبية ويكسروا في السيارات، ما فيش بكل الكلام هذا، وكل هذا الكلام كذب، مش كلام منفي منفي نافيا، ننفي هذا الكلام نافيا باتا. الاخوان المصري الاخوان محافظة مطروح ومنطقة السلوم استقبلونا، وكانوا استقبلونا بالصدر الرحب، وكان الامور ماشيه تمام التمام، وعمنا نشوف فيهم كلهم والشباب ما شاء الله تبارك الله، والامور ماشيه والحمد لله. طيب بالنسبه للوضع في جانب الليبي، هل يتعرض مصريين هناك لاساءه وما الى ذلك؟ ماشي. لا ان شاء الله ما فيش، ان شاء الله الامور تمام. اتفضل حضرتك، انت عايز تقول ايه؟ اتفضل. كنت ترغب ان توضح شيء؟ تفضل. احنا عايزين نوضح احنا عايزين نوضح ان الشعبين الليبي والمصري اللي في ليبيا قبائل واحده، يعني الليبيين والمصريين دول قبائل واحده، هي نفس امتداد السكاني بيربطهم يعني صله الرحم ما بينهم. فاحنا طالب ان الدعايات والاشاعات والقنوات الفضائيه اللي بتعكر في العلاقات بين ليبيا ومصر دي تنتهي. نعم. احنا دوله ليبيا ومصر دول قبائل، الحدود دي حدود وهميه، دول قبائل واحده. نعم. وانتماءات واحده، القبائل اللي هنا هي الموجوده اللي هناك، واللي موجوده هناك هي اللي موجوده هنا. فنحن نطالب ايه؟ ربط، يعني طالب ان الفضائيات تخف على الوطن العربي شويه. نعم. الوطن العربي بوظته الفضائيات. وضحت بس. طيب هنا بعض المحلات. انا قبل الثوره كنت مجول في ليبيا. أيوه. وعندي خشب وعده كبيره هناك في ليبيا. أيوه. جيت بعد الثوره ليا فلوس هناك كتيره وعليها فلوس الزبائن الليبيين. أيوه. وخشب وحشت كلها محجوزه في ليبيا، لان انا عارف اروح ومش راضي اعد تهريب، عشان انا بدي اعد رسمي. طيب وبدي نعرض قانوني، بنعرض هذه المشكله على المسؤولين في ليبيا. الناس هناك، الناس هنا. أيوه. حنقول لهم شنبهم، احد الاخوه الليبيين قال انه كذاب كذاب كذاب. طيب. كذاب.